السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. عرفت راسي خبرت عليكم في هاد لاشين. اليوم جات الفيديو على غفلة، بغيت نوريكم هاد 750 الار اللي عاد خديت دابا شي شهر ونص وهي عندي. هادي الار 2013 ديوانة 2017 فيها لاباس اللور القدام، تبارك الله العطا ديالها زويونة. هذا ماشي تيست رايد. اليوم غادي نهضر لكم السبب اللي خلاني انني نخبر على هاد لاشين هادي وفين مشات تريومف وشنو جا مور تريومف. المهم نمشيو نجيبو دويرة. المهم الخوت، كنتمنى بعدا تكونوا على خير وبخير. وهاد الفيديو هذا كيف قلت لكم راجع غير على غفلة، ما كنتش هو نديرو. السبب اللي خلاني انني خبرت على راشين هو كنت بعت تريومف مور تريومف، خديت واحد الكاسيت جي اكس ار 1000 2007 ودوزت عندي غير واحد شويه وبعتها وخديت عاوتاني موراها هادي. اوكي الريح، كنتمنى ان الصوت يكون كيتسمع لكم مزيان، لقاش المشكل الكبير اللي كان عندي في لي فيديو هو الميكرو. كنت شحال من خطره كنصور شي فيديو ولا شي حاجه، كنخرج كنصور عادي، كنمشي للدار كنقلب الفيديو كنلقى الاوديو يا ناقص يا ما كاينش، عرفتي تبقى غير غادي وتتهضر وتتعصر دماغك وتقول شي معلومات وهادي، وفي الاخر كتلقى الاوديو ما كاينش. المهم داكشي راه كيجي سبونطاني، ما غادي ماشي تنكتب شنو نقول ولا راه فيديو كيجي على غفلة تنصورو. كيما هاد النهار مشيت لاصال، فقت دابا غادي ان شاء الله للشريف. المهم كيف قلت لكم خديت هاد كاوازاكي زد 750 الار موديل 2013 ديوانه 2017، موديل الاخر في الار هو هذا، بدات هي في 2011 والاخر ديالها هو هذا ديال 2013. من بعد خرجت زد 800، صراحه الله عييت ما نقلب على شي 750 والو، كنلقى غير اللي ما مريكلاش اللي كنلقى مكرفصه. المهم كتقليل فين كتلقى، ولا لقيتي شي وحده نقيه راه كتلقى شي اثمنه خياليه. وبلا ما نهضروا على الزيت 800، بلا ما نهضروا على الزيت 800 لحقاش المريكل راه فيها ساوي الثمن بزاف. بغيتي شي حاجه مليحه راه خاصك فوق 80000 درهم، و 80000 درهم ما كنظنش انها تخليك تفكر فيها. لا مازال لا لقيتي شي بياسة نقية تستاهل واخا وشي موديل مزيان واخا. اما الا كنتي غادي موديل طايح والوراق تتلقى فيها هي الصورة مريقلة، ماشي ما مريقلاش، كاينة الصورة مريقلة غير هي طايحة في السوق عندنا في هاد البلاد هادي، فهمتي؟ خاصك يا دبل في ماروك يا الترقيم السابق، وخا دبل في ماروك الترقيم السابق قلب على راسك، قلب على راسك اخويا وسول على راسك لحقاش راه غتعطي الفلوس. خاصك تدي شي حاجة مريقلة، انا ما كنصح حتى شي واحد يدي شي حاجة ما مريقلاش لحقاش من بعد غادا توحل فيك وغتبقى عندك وغتلقى غير المشاكل. المهم الخوت دابا ندير لكم شي تيست رايد عليها ودابا نوريكم شي فيديو عليها خفيف درايف. نوقفو هنا كاع ندير لكم شي فيديو دغيا دغيا خفيف درايف عليها.
ودابا نكملوا نمشيو فحالنا وان شاء الله الخوت دابا ما نبقاوش نخبروا على هاد لاشين نبقاو نحطوا لي فيديو بزاف البلان وما فيه هو حتى تتبغي تخرج تتكسي خرج على غفله ولا كتبغي تخرج تتلقى الجو برو دي شارجيا شو خدامه ولا لا خدامه كتلقى الجو برو دي شارجيا وهي بس تساين هاد الشارجا كتعطل شي شويه واخا عندي جوج ديال لي باتري ولكن كيت دي شارجا ودغيا وفاش كتبغي تشارجيهم خاصك مودا وانت تت ودابا ان شاء الله ما كاين غير لي فيديو غادي نبقاو نحطو لكم مخرجات مره مره ورمضان دابا جاي غادي نبلبلوها بالمزيان الدراري ولاد الكناف راه تيبلبلوها في السبوط ما كاين غير كابراج وتقاصر لي فيديو اللي كانوا عندي ديال ديك الكاسات كانوا عندي في الماك الماك بعتو ما عنديش فين ندير هذوك الفيديو صدقت مسحتهم المهم هذا ما كان الخوت كنتمنى ان الفيديو هذا ما يكونش طويل يكون غير خفيف نوضحوا فيه غير الاسباب اللي خلاونا اننا نغبروا لحقاش شحال من واحد تي انستغرام تيقول لي ما كنقدرش حطنا لي فيديو حطنا لي فيديو التفاعل شويه كاين في انستغرام اما في يوتيوب والو انا نخلي لكم انستغرام ديالي اللي بغى يبغى شي حاجه ولا اللي بغى يتابعنا تما كاينه مرحبا به مرحبا بكم الدراري وكنتمنى الفيديو هذا يكون خفيف ظريف ومن هنا الفوق ان شاء الله راه ما كاين غير لي فيديو غادي نبلبلوها بالمزيان يلا الخوت تهلاو ليا فراسكم ونعادنا فيديو جزئي ان شاء الله تيست رايد ديال هاد 750 ار تهلاو